ونستعرض الآن إغلاق أسواق المال الإماراتية في تعاملات اليوم. فكما نشاهد فإن مؤشر السوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق مرتفعا 10% عند 9526 نقطة. أما بالنسبة لأحجام وقيم التداولات في سوق أبوظبي فقد بلغ حجم التداول أكثر من 466 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1,200,000,000 درهم. أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا، أسهم شركة ريسبونس بلس القابضة وهيلي هولدينج وشركة الصير للمعدات والتوريدات وشميرا ستاندرد أند بورز مرتفع عند 3.60 دراهم. أما بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة في سوق أبوظبي، أسهم دانا غاز العالمية القابضة، الفاضبي القابضة وبنك أبوظبي التجاري بلغ حجم التداولات أكثر من 65 مليون درهم. أما بالنسبة في سوق دبي أغلق أيضا المؤشر مرتفعا 20% عند 4038 نقطة. وشهد سوق دبي المالي اليوم تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم تكافل الإمارات وشعاع كابيتال والإسلامية العربية للتأمين سلامة على عدد 175,300,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 87 مليون درهم. أما بالنسبة مشاهدينا لأحجام وقيم التداولات في سوق دبي فقد بلغ حجم التداول 86 مليون سهم بقيمة تجاوزت 313 مليون درهم. أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق دبي، أسهم شركة الإمارات للمرطبات واكتتاب القابضة، مصرف السلام السودان العربية للطيران مرتفع عند 2.75 درهم. أما بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة، أسهم إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، إمباور، الإمارات دبي الوطني بلغ قيمة التداولات أكثر من 23 مليون درهم.